师傅。السلام اخوتي، كي دايرين؟ هاني بخير. اللي كيتفرج في هذا الفيديو الصباح نتمنى نهارو يدوز مزيان، واللي كيتفرج في الفيديو في العشيه نتمنى نهارو يكون داز مزيان. المهم جيت انا وخويا عبد الرحيم وجينا خديت معايا واحد القهوه باش نحلو عينينا، ومهم غنمشيو نتبحرو، غنمشيو لهاد الواد نديرو بعض القفازات، غنمشيو للمارينا ونديرو واحد الجوله في الرباط جنب الشاطئ. والمهم انتم معنا في هذا الفيديو. واد ابي الرقراق تبلغ الطول ديالو 240 كيلومتر، المنبع ديالو من جبل الاطلس، الاطلس المتوسط اللي كيصب في محيط الاطلسي، و تيحد ما بين مدينه الرباط ومدينه سلا. كيف شيطي هذا؟ ضربنا كلاوي الحاج وخا عبد الرحيم، الحاج مو غادي نمشيو نعومو في الماريا، عبد الرحيم غادي نمشيو نضربو هاد الطلعة هادي، غادي نمشيو نعومو شي مكان ونخلقو فين هاد الباطو هذا في هاد الواد هذا القراق، هو ديال العود، ودايرين فيه قهوة، والناس اللي بغات تجي تقاوم في هاد الباطو هذا. او كيف واد ابي الرقراق الرباط ومدينه الرباط، واش كيفرق بيناتهم واد؟ هنايا الرباط والهيسل. المهم هادو هما المعلومات ديال هاد الباطو الخشبي والضوء. المدافع خارجين من القصبة هذي موجهين ديريكت للبحر. نمشيو مع هاد الشارع هدا غنمشيو للشاطئ ديال المحيط الأطلس. كاين واحد المدافع هنايا معلوم الله شنو حرو، كاين هاد المدفع هدا المادة ديالو مع الله شحال، كاين المدفع الآخر. داخلين لهاد المنتزه هدا، المهم معرفناش شنو كاين فيه، وحنا غادي نكتاشفو شنو كاين، وديك الساعة نطلعو للمايا. هذيك الدفة تعم السلاويين اللي تفرق بينهم هذا الواد هذا جسم في المحيط 18، وهاد الدفة هذي تعم فيها الرباطيين 18 في الجهة.
غادي نهبطو نشوفو شكويا رايحو فيه بعدا نمشي. سواش واحد ابوني واحد اشتراك وبارطاج وجيم، شو وصلكم كل جديد.